الله مساءكم موجز لأهم الأنباء من التنازح. قال وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشا الخميس إن طائرة إماراتية من نوع F-16 هي من قصفت مركز إيواء المهاجرين في تاجوراء في سعيها الحثيث لتعطيل هزيمة ميليشيا مجرم الحرب حفتر في طرابلس. باشا أكد في تصريح لقناة الحرة الأمريكية بأن هناك دويلات تحاول السيطرة والهيمنة على مواردنا وتنظر لليبيا حال استقرارها ستكون منافسا اقتصاديا استثماريا كبيرا قد ينهي وجودها. وأضاف بشغة بأن ميليشيا حفتر الإجرامية حاولت التغطية على هزيمتها في غريان بزعمها إن دولا تدعم في حكومة الوفاق لتثبت أو لتشتيت الأنظار عن هذه الهزيمة. قال الناطق باسم المكتب الإعلامي لعملية بركان الغضب مصطفى المجعي إن فريق الخبراء القانونيين جمع معلومات وحقق حول تقدم الإمارات أسلحة مضادة للطيران لقوة حفتر. وأوضح المجعي في تصريحات أوردها موقع الخليج أونلاين إن بعد تحرير مدينة غريان عثرت قوات الجيش الليبي على أسلحة أمريكية بيعت الإمارات وذلك يؤكد تورط هذه الدولة في قتال ليبيا. وأضاف إن حكومة الوفاق قررت تصنيف الإمارات كدولة عدوة للشعب الليبي بسبب دعمها لمجرم الحرب حفتر بالسلاح والعتاد والمستشارين العسكريين. وأكد المجعي أنهم بصدد اتخاذ إجراءات ضد الإمارات بإيقاف التبادل التجاري معها. قال وزير الخارجية محمد سيالة أن ما يحدث في من عدوان على العاصمة طرابلس ما هو إلا محاولة فاشلة لإعادة ليبيا إلى الحكم العسكري الشمولي الذي انتفض عليه الشعب الليبي في 17 من فبراير. وأضاف سيالة في كلمة ألقاها في العاصمة النيجيرية نيامي بمناسبة انعقاد الدورة 35 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي إن قوات مجرم الحرب حفتر قامت بتجنيد مهاجرين غير شرعيين في حربها على طرابلس مؤكدا العثور على أسلحة متطورة في مدينة غريان بعد تحريرها الأمر الذي يعد دليلا واضحا على تلقي قوات مجرم الحرب حفتر دعما كبيرا من بعض الدول وهو ما يعد خرقا لقرار مجلس الأمن الدولي وفق المكتب الإعلامي للوزارة. أعلنت منظمة الصحة العالمية الجمعة ارتفاع حصيلة قتل الاشتباكات جنوبي طرابلس إلى 1000 قتيل منذ بدء هجوم ميليشيا المجرم من الحرب حفتر على العاصمة. وأوضحت المنظمة في تغريدة لها على حسابها بتويتر اليوم الجمعة إن حصيلة القصف الجوي الذي استهدف مركز إيواء المهاجرين بتاجوراء ارتفع إلى 53 قتيلا و 140 جريحا. وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مجرم الحرب حفتر بالقرصان وذلك في تصريح نشرته الخميس على موقع وعلى وقع تهديدات ميليشيا الكرامة لتركيا وللأتراك المقيمين بليبيا. وقال أردوغان للصحفيين في تصريحات نشرتها عدة صحف محلية بأن حفتر ليس أكثر من قرصان وذلك غدا احتجاز ميليشيا مجرم الحرب حفتر 6 بحارة أتراك هذا الأسبوع. وأعرب أردوغان عن أمله في أن تجري الانتخابات في ليبيا في الفترة القادمة وأن يحصل الليبيون على فرصة لتمثيل ديمقراطي لحقوقهم وفق قوله. يعني تموجد أنتم في حفظ الله ورعايته.